عظر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأرضعته أمه أياما ثم أرضعته زويبة الأسلمية التي أعتقها أبو لهب حين وافته عند ميلاده عليه الصلاة والسلام ببشراه، فأرضعته مع ابنها مسروح وأبي سلمة وهي به حفية، وأرضعت قبله حمزة الذي حمد في نصرة الدين سراه، وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بسلة وكسوة هي بها حرية إلى أن أورد هيكلها رائد المنون الضريح وواراه، قيل على دين قومها الفئة الجاهلية، وقيل أسلمت أثبت الخلاف ابن من وحكاه، ثم أرضعته الفتاة حليمة السعدية، وكان قد رد كل من القوم ثديها لفقرها وأباه، فأخصب عيشها بعد المحل قبل العشية، ودر ثدياها بدر در لبنه اليمين منهما ولبن الآخر أخاه، وأصبحت بعد الهزال والفقر غنية، وسمنت الشارف لديها والشياه، وانجاب عن جانبها كل ملمة ورزية، وطرز السعد برد عيشها الهني ووشاه.